تتابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. نوفمبر تاريخ اللي غادي تتابعوا فيه برايمات برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزام. في انتظار هذا التاريخ اجي ونكتشفوا اليوم جوج من رواد الاعمال في مواجهتهم مع لجنه الاختيار النهائيه واللي ممكن يكونوا من ضمن 24 اللي غيدوزوا البرايمات. البدايه غادي تكون مع محمد. كنت خدام في شركه وجي ديميسيوني باش نجلس نقلب على راسي لان ما كنت كنقلب على فين غادي نقدر نبدا. لي كاليتي ديال ان اونتربرونور خصو يكون ان ريفور. Mais un rêveur avec des objectifs. Parce que des rêves sans objectifs, ça reste que des rêves. Ceux qui ont des objectifs, les iconos réalisables. Si tu devais dire à un client quel est son gain, tu le chiffrerais à combien? Au départ, on voulait idéalement 3 millions de dirhams. Avec le coach, on a fait une valorisation, les Khajatlina 1,5 million. C'est très bien, ça c'est un bon marché. C'était bien, alhamdoulilah, des questions très pertinentes. Ou l'an, rentaklo, and Abdullah. تعطي الفرصه لان شحال من واحد عنده مشروع يكبر المشروع ديالو ولا يبدا المشروع ديالو ولا يتحول من مرحله ديال الام في بي يعني عنده واحد البروتوتيب انه يتحول يكوميرسياليز البروجي ديالو. هذه فكره زوينه وتعاون بزاف ديال الشباب ولا بزاف ديال الشركات الصغرى المتوسطه انهم ينطلقوا في المشاريع ديالهم. احنا مولفين اننا نشاركوا في هاد لي كوميتي دو سيليكسيون ولكن سي لا بروميير فوا عندنا اننا نشاركوا في اون ايميسيون ديفيزي سيغ لا تيلي. مازال لي ستيج اللي جايين زعما كاين هذا هو البري سيليكسيون ديال اللي غدوز لا تيلي. صافا ترونكيل. إلا مشيتي عند دي سان دو سانتي مشيتي لي زوبيتو اكسيتيرا يمكن تجيك اون كراند دوموند. واش اجوردي عندك لا كاباسيتي تقدر زعما تجاوب على هاد لا دوموند هادي ولا لا؟ باش نعرفوا المارشي كيفاش داير كيف ما بريزونتيت لكم قبل ما كاينش واحد العدد كبير اللي يقدر حنا يغلبنا كبرودكسيون يعني كتجي على دومون. سي بيان سي بيان باسي سي درو بليتو على كيفاش هذا البرودوي غادي يكون يوصل للكليان فينالمون. واش هاد المشاركين غادي يتمكنوا من الوصول للبرايمات الاخيره؟ الجواب غادي نعرفوه ابتداء من 24 نوفمبر في شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناتكم دوزام. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئه على الموقع innov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم.